السؤال الثاني أحسن الله إليكم، أخت تقول: سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عن البطاقة فيزا التي يصدرها بعض البنوك، هذه البطاقة لها قيمة تؤخذ سنويا من الحساب مباشرا، ومحدد لك مبلغ ما، وتبقى لديك لمدة 21 يوما بدون فوائد كما يسمونها، وبعد ذلك تبدأ الفوائد. فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى بالجواب التالي: العقد على هذه الصفة لا يجوز، لأن فيه ربا وهو قيمة الفيزا، وفيه أيضا التزام بالربا إذا تأخر التسديد. السؤال: لماذا تعتبر قيمة الفيزا ربا؟ وهل إذا أخذ البنك مني مالا أكون آثمة؟ وهل توجد كفارة لذلك؟ قال احنا رحمه الله: اولا تعترف بماذا؟ بالربا اذا تاخر عليك السداد. طيب بارك فيكم، فهذا فيه موافقه للربا فهو محرم. طيب بارك فيك، وهذه البطاقه كما سمعت اخذها فيه نوع من الربا، فعلى كل حال الواجب تركها، ولا يحل للانسان ان يتعدى حدود الله.